السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المباراة النارية المنتظرة بين بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، ويحل برشلونة ضيفا على بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء على ملعب الأليانز أرينا في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وستنطلق المباراة بداية من الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر تونس المغرب، والساعة 9 بتوقيت مصر، وستكون المباراة منقولة عبر القنوات التالية.